نعم إخواني في الله، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، كان يجبر القلوب المنكسرة. تأملوا إخواني في الله، تأملوا إلى هذه المواقف السريعة. مر عليه الصلاة والسلام يوما على جابر بن عبد الله كما عند الإمام أحمد، فقال: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ فقال رضي الله عنه: توفي أبي وترك عيالا ودينا. اجتمعت أسباب الحزن على جابر رضي الله عنه، فقد الأب وعيال كثير ودين ثقيل، حتى ظهر الكسر على وجهه. فقال: ما لي أراك كسيرا، أو ما لي أراك منكسرا؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسليه وأن يطمئنه وأن يطير أن يطيب خاطره، فقال جابرا لقلب جابر: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: إن الله عز وجل لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، وأما أبوك فأحياه الله وكلمه كفاحا، وقال: يا عبدي تمنى أعطك. فقال: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. الحديث إلى آخره. فتأمل كيف جبر النبي صلى الله عليه وسلم قلبه وسلاه. فما منا إخواني في الله وهو يرى إنسانا حزينا أو مهموما، يقول له: ما لي أراك كثيرا، مهموما حزينا، ويسعى في التخفيف عنه. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، كان من أولويات أموره مع أصحابه أنه يجبر خواطرهم. كان لأحد الصحب الكرام ولد صغير، وكان يحبه حبا شديدا، حتى قال له النبي يوما: أتحبه؟ قال: أحبك الله كما أحبه. يعبر عن شدة محبته فيقول: أحبك الله كما أحبه. فمات هذا الصبي، ومرت الأيام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ حزن الرجل وجلس حديث البيت على فقد ولده، أصابه الكسر الشديد. فقال النبي: أين فلان؟ فقالوا: مات ولده. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا فلان، أيما أحب إليك، أن تتمتع به طيلة عمرك، أو أن لا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقه إليك؟ قال: الثاني يا رسول الله. قال: فذلك لك. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، بل الصغار نالوا حظهم من جبر الخواطر منه صلى الله عليه وسلم، رغم أنه مشغولا بقيادة الأمة ومكلفا بتبليغ الدعوة، ولكن لم ينس الصغير من هذا الحظ. يقول أنس بن مالك: كان لي أخ صغير له طير يلعب به، فمات عليه الطير، فحزن أخي حزنا شديدا. وهذا هو أبو عمير، وهو نفسه ابن أبي طلحة الذي مات عليه، وكان له قصة مع امرأته، فمات هذا الطائر وحزن أخوه حزنا شديدا. قال: فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لأبي عمير حزينا؟ رآه حزينا، فلفت انتباه حزن الصبي، فقال: ما لأبي عمير حزينا؟ فقال أنس: مات نغره يا رسول الله. فجاء النبي إليه وجعل يلاطفه، وقال: أبا عمير، ما فعل النغيث؟ فيا لله، لك أن تتخيل حال هذا الصبي وهو يسترسل في حديثه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويبث مشاعره وذكرياته مع هذا الطير، وكم لهذا الحديث من أثر على قلبه ونفسه. فصلى الله وسلم على أعظم الناس جبرا للخواطر. وهكذا إخواني في الله، ما كان يمر على إنسان مكلوم أو مصاب أو محزون أو مهموم إلا ووقف إلى جواره فسلاه وخفف عنه وأعانه. يدخل يوما المسجد فيجد أبا أمامة رضي الله عنه جالسا في المسجد، فقال: يا أبا أمامة، ما لك جالس في المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على دعاء إذا دعوت به قضى الله دينك وفرج همك؟ فدله على الدعاء، حتى قال أبو أمامة: فقضى الله ديني وفرج همي. فكم من أناس أثقلت كواهلهم الديون، وأصبحوا يعانون ما يعانون في مواجهة هذه الحياة ومتطلباتها من أمور زواج ومسكن وغير ذلك. فأين موقفك مع هؤلاء في جبر خواطرهم؟